طيب تعالوا كده نروح مع بعض الإسماعيلية ونشوف تقرير عن فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته 24 في قصر ثقافة الإسماعيلية. هذا التقرير نتابعه كده مع بعض الإسماعيلية، وبعدين نرجع نكمل لقائنا في التاسعة. أرجوكم ابقوا معنا. مهرجان الإسماعيلية الأفلام القصيرة أولا هو من أعرق المهرجانات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. مهرجان له خصوصية شديدة لأنه متخصص قوي في الأفلام القصيرة والتسجيلية. أنا بشوف إن الفيلم القصير عبقرية أن يكون فيلم قصير جيد هو عبقرية كيف تكثف لحظة عشان تعمل فيلم. وعايز أقول إن مثلا إن المتحدة عملت الوثائقية، ده يعني خطوة رائعة إنها اتعملت، وعليها أن تهتم بالأفلام التسجيلية بقى بشكل ممكن فيلم تسجيلي مش فيلم وثائقي. والله أنا شايف إن الدورة الجديدة الدورة 24 شكلها من البداية فيها تميز. التميز ده جاي منين؟ إن أنا عندي 50 دولة مشاركة في المهرجان، أكتر من 110 فيلم موجودين. ألمانيا السنة دي ضيف شرف ولكن عندها 8 أفلام، 4 داخل مسابقة رسمية و4 خارج المسابقة. رئيس لجنة تحكيم مخرجة ألمانية كبيرة ليها تاريخ. كمان المكرمين عندنا دكتور محمود عبد السميع، عندنا استاذ محمود علي، عندنا المخرج الاجنبي الكبير، بالاضافه لحاجه كمان عاملين كتب. بس اهم نقطه انا شايفها ان السنه دي المركز القومي للسينما اللي بيعمل مهرجان الاسماعيليه عامل ترميم لاربع افلام. مهرجان الاسماعيليه طبعا متخصص في الافلام التسجيليه وفي الافلام القصيره سواء كانت روائيه او تحريك، وهي نوعيه من الافلام يعني يمكن ملهاش يعني جمهور يمكن كبير، ودايما الانطباع اللي بنسمعه من الجمهور لما بيجي انه يعني استمتع جدا، وانه ما كانش يتصور ان الافلام التسجيليه والافلام القصيره تبقى بهذه الجماليات وبهذه المتعه اللي بتحققها. نحن مبسوطين جدا لانه المانيا جيست اوف اونر، وهذا مهم جدا لان العلاقه بين المانيا ومصر مهم، وفي مصر تاريخ طويل في فيلم، وفي ألمانيا كمان نحن نحب كثير الأفلام، و it's very important for a new perspectives also. Yeah.